أكد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال لقائه في برنامج مجتمع واعي أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أتاح للمجلس التطوير والتعديل في القوانين والتشريعات وما تمخض عنه فكرة حماية الأطباء في الصفوف الأولى من خلال سن قانون يختص بامتيازات العاملين في الصفوف الأمامية خلال جائحة كورونا. مشروع جلالة الملك الإصلاحي هو اللي أتاح لنا دائما التطوير والتعديل في القوانين والتشريعات فيما يتناسب مع المراحل أو المرحلة اللي احنا فيها والمرحلة المقبلة. من هذا الباب يعني جاءت لنا فكرة أنه حماية الأطباء والعاملين في الصف الأول اللي يواجهون جائحة الكورونا، فبالتالي عملنا على يعني إضافة مواد في القانون تعطيهم بعض الامتيازات، اللي هو أول شيء يعطيهم بروتوكول الحماية وهو اللي يعطيهم المجال حسب القانون أن يتم عمل فحوصات دورية لهم بشكل مستمر. نعم. وذلك عشان أن يتأكدون أنهم يكونون يعني إن شاء الله غير مصابين أو ما يكونون حاملين حق هذا الفيروس، فبالتالي يعني ما يأثرون على المخالطين إلا من أهاليهم أو لما يتخلطون خارج، فيكون في بروتوكول معين مربوط بقانون يتم على ضوءه كشف هذه الحالات. نعم. وبالتالي كذلك يعني في حالة لا قدر الله وجدوا أنهم مصابين أو يكونون حاملين حق هذا المرض، يكون في طريقة علاج كذلك من هذه الامتيازات، يكون لهم امتياز خاص في طريقة علاجهم أو يكونون عندهم يعني امتيازات في العلاج تختلف عن اللي هي موجودة، وبالتالي مكافأة لهم لمواجهتهم هذه الجائحة وجرأتهم في هذا الشيء. كذلك القانون يتكلم أن يكون في كذلك امتيازات مالية لهم، أن العاملين في الصف الأول والأطباء تكون لهم كذلك مكافآت في فترة وجود هذه الأنواع من الجائحة أو الأوبئة لا قدر الله في المستقبل. والكل يعرف يعني أن هذه الجائحة أول ما جينا وكنا نتكلم عنها كنا نتوقع كلنا أنها بتكون 3 شهور أكثر شيء 6 شهور، اليوم يعني نوعا ما جميع التوجهات العالمية تتكلم أن احنا يجب التعايش مع هذه الجائحة لسنة أو سنتين يعني، فبالتالي وجود هذه القوانين تعطي حافز حق الأطباء أنهم والعاملين في معاهم في هذا الصف لمواصلة هذا العمل، وليكون عندهم يعني قوة ويكون عندهم دوافع، يعني هي دوافع إنسانية في نفس الوقت يكون تقدير، وكذلك تقدير سمو رئيس الوزراء لهم وتخصيصهم، هذه كلها دلالات وتقوية حق الفكرة اللي احنا نبي نأسسها.